قال بده ياخدني يوفو عالشمس، ايش هو بكتير يعني لازم البس هاي الكنزة ضل فيها انا ضل لابسة نص كم ولا البس كم طويل مشان ما احترق، ولا احسن شي اخذ المكيف معي احسن شي لانه هيك ضل مشغلة المكيف بيمشي الحال. رح اسأل يوفو احسن شي، يوفو يوفو صديقي فينا ناخذ المكيف؟ مرحبا ريم. اهلا، كيفك؟ تمام. لك ليش شو هالكنزة الحلوة اللي لابستيها؟ شكرا. روح فيها، فيني روح فيها على الشمس؟ انت ما بدك تروحي اساسا، مو الفكره بلبسك، الفكره بمركبة الفضاء تبعي. انت ما يعني ما في داعي للمكيف؟ طبعا لا، لانه انا مركبة الفضاء تبعي مجهزه ان تروح على الشمس. انت متاكد ما راح تدوب من الشمس؟ لا ما راح تدوب، لانه مركبتي مو مثل مركباتكم، انا مركبتي مجهزه انه تفوت على الشمس، تفرجينا الشمس من جوا، تفرجينا سطح الشمس مثل لما نزلتنا على الارض من جوا وكان شوب كتير. تتذكري؟ بتذكر. وهلا كمان نروح على الشمس كمان شوب كتير، بس لا تاكلي هم لانه مركبه الفضاء تبعي جاهزه. ننطلق؟ يلا انا مستعده ومتحمسه كمان. يلا نروح على الشمس. الشمس هي سطح الشمس، شايفه اللي نار طالعة من الشمس قوية أي كلها. تمام، الشمس هي عبارة عن كرة ملتهبة، كرة مثل طابة لكن كلها نار، كلها غاز مشتعل، كلها انفجارات. تعي نقرب لجوات الشمس، نفوت للشمس. غاز مشتعل يعني الشمس فيها أكسجين؟ فيها هيدروجين. هيدروجين الشمس أساساً. تعينا نشوف وين الهيدروجين، نفوت لجوات الشمس. نحن هلا عم نتجه لنواة الشمس. هلا نحن ريم بنواة الشمس. نواة الشمس هي عبارة عن مفاعل نووي كبير بيدمج ذرات الهيدروجين مع بعضهم بيحولهم للهيليوم، ولما يتحول الهيدروجين للهيليوم بيعطي حرارة. تعي انه احنا اثنين كانه تعي نتخيل حالنا هيك مع ذره، تعي نشوف هي ذره الهيدروجين، شايفه هي ذره الهيدروجين تتحد مع ذرة هيدروجين تانية تصيروا اثنين هيدروجين. تمام، هذا اسمه هيليوم. شوفي الطاقة اللي عطتها، هاي الطاقة اللي عطتها تطلع لبرات النواة. امشي نطلع معها. يلا طلعنا معها. كأنه بلشت تشتعل. هي اسمها طبقة الإشعاع. إشعاع هون بشق الطاقة، الشمس بتشق طاقتها بس مو لبرا، لساتنا جوات الشمس. تمام، شايفي عم نمشي 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 نمشي. هلا انتقلنا لطبقة ثانية اسمها طبقة الحمل. إذا بلشنا بالنواة، طبقة الإشعاع، طبقة الحمل، وهلا حنوصل لسطح الشمس. وهي سطح الشمس، وهون بتنفجر بقى الطاقة وبتطلع لبرا. بتطلع مثل الألسنة. برافو عليكي، وبتصل للأرض وبتعطي الأرض الحرارة. بس لقلك سر، الطاقة لما النواة بتنتج الطاقة بتنتجها فورا، لكن الطاقة بدها 170 ألف سنة لحتى تنتقل من النواة لطبقة الحمل. يعني لتجتاز طبقة الإشعاع بدها 170 ألف سنة قوة. ولتصعد من الشمس للأرض بدها 8 دقائق. يعني الشمس اللي قلتي عنا اليوم شوب وشفتيها اليوم طاقتها صار لها 170 ألف سنة ليك شوب أنتجت بالشمس، لكن لو وصلت لعنا بدها كل هالوقت. بس هي طبقات الشمس ريم، هالطبقات الشمس علمتنا شغلات كتير. بتعرف شو علمتنا؟ شو علمتنا؟ هلا انتو بالبيت على فكرة بتعملوا مثل الشمس بس ما بتعرفوا انه انتو عم تقلدوا الشمس. شلون؟ بالشتاء شو بتشغلوا انتو حتى تتدفوا؟ صوبيا. كهرباء ولا اسمها الثانية؟ مازوت. ايه كهرباء ولا مازوت؟ لا مازوت. طيب شو الفرق بين الكهرباء والمازوت؟ شو الفرق؟ اي هلا لما بيكون لا اللي بدفي اكثر المازوت، لانه اساسا اذا بتطلع فيها بتلاقي هيك لهب بدفيك حتى لهب الشمس لونه. علمتنا مين بدفي اكثر، صوبية الكهرباء ولا صوبية المازوت؟ صوبية الكهرباء تشتغل بما يسمى مبدا الاشعاع. لاحظت الشمس شنو عندها طبقه الاشعاع؟
طبقة الإشعاع بتاخذ وقت الطاقة كتير لحتى تنتقل، لكن بتحافظ على كل طاقتها وحرارتها. فإذا صبية الكهرباء بتاخذ وقت كتير لتدفي غرفتنا، لكن إذا دفت غرفتنا بتدفيها بحرارة عالية فبتحافظ على الدفى. مشان هيك صبية الكهرباء أو مدفأة الكهرباء كتير حلوة، مدفأة الكهرباء إنه تكون بغرفة صغيرة ومغلقة لأنه بتدفي لنا الغرفة منيح منيح. أما مدفأة المازوت هي مثل طبقة الحمل، بتاخذ وقت قصير لتنقل الطاقة لكن بتخسر كتير من طاقتها. فمدفأة المازوت إذا كان عندنا غرفة كبيرة كتير بتدفيها أسرع لكن درجة الحرارة أقل. فإذا كان عندنا غرفة صغيرة بنستخدم مدفأة الكهرباء، وإذا كان عندنا غرفة كبيرة نستخدم المازوت. فهي علمتنا إياها مين؟ الشمس. شايف الشمس شو بتعلمنا شغلات؟ تعال نروح على سطح الشمس. الشمس شايفة شو في انفجارات، هي شوفي هي رياح شمسية، هي الرياح الشمسية انفجار على سطح الشمس. هذا لو لا سمح الله اجى لعنكم على الارض. الحمد لله عنا غلاف جوي. تمام، برافو عليكي. بس مو الغلاف الجوي، لك الحقل المغناطيسي للارض. عنكم بالارض حقل مغناطيسي، هالحقل المغناطيسي للارض بيصد الرياح الشمسية. تمام، وبيمنعها من الوصول الى الارض. الشمس ممكن تقتل حالها؟ الشمس عم تتفاعل، عم تاكل الهيدروجين تبعها، فلما عم تاكل الهيدروجين تبعها عم تكبر، وكل ما خلص اكلات الشمس من الهيدروجين كل ما بتكبر وبتكبر وبتكبر لحتى يخلصوا كل الهيدروجين، لما يخلصوا كل الهيدروجين بتموت الشمس. يعني مثل اي نجم تاني. كل النجوم من الهيدروجين، كل النجوم بياكلوا الهيدروجين بس يخلص الهيدروجين بيخلصوا اكلاتها. انت ريم، اذا ما اكلتي ولا شربتي بتضلي عايشه؟ لا، بتموتي بعيد الشر عنك. وكمان الشمس نفس الشيء، اذا خلصوا اكلاتها من الهيدروجين بتموت وراح يخلصوا، يجي يوم ويخلصوا اكلاتها. شايفه هي الشمس الحلوه عم تعطينا الحياه، يا حرام عم تستهلك وقودها مشان تعطينا الحياه. فشكرا للشمس، تعال الا باي للشمس. باي باي. بكره باخذك نتعرف انا وياكي، نتعرف انا وياكي عن اول كوكب اللي هو عطارد. اتفقنا؟ اتفقنا. باي ريم. باي.